أريد معرفة الحقيقة. لا أريد إيذائك، لكن سأقاتلك إذا اضطررت. Round 1. Fight. ومع ذلك سأختار طريق الرحمة بالقيام بذلك سيتم الإعفاء عني أيضا لعدم قيام بإنقاذ صديقي كازويا ما رأيك في العمل معي؟ كوتور ماذا؟ تباً، إنه الشرير الأكبر. إذا كان الأمر كذلك، فيجب ألا أدعه يهرب في المرة القادمة التي أقابله فيها. لأجل أصدقائي، لأجل العالم أجمع، علي إيقافه.